نفسي ضغط نفسي بمقابلات مع فرق كبيره اللي كيكون عندهم قاعده جماهيريه كبيره. جدي هاد فهاد فهاد الشق ما دويتش انا على انا ما عمرني عرفت شنو الضغط كاع. انا كنقول لك ملي كتلعب مع دو غران كلوب في المغرب شخص الرجاء والوداد اللي منتشين دائما بالجماهير العائله ديالهم الجيش تاعي تكون عند الجمهور يلا نلعبوا مع الفتح اللي تقريبا بحال الجمهور ديالها بحال الجمهور ديالنا ولا يكون واحد. ولكن كنظن بان ملي كتلعب ضد الرجاء ضد الوداد حبيت ولا كرهتي لهاد ما كيكون هذاك البلوس الدوزيام جور تيكون هو البوبليك. ما تنقصش من البوبليك ديال يوسفيا ولكن خصهم يبداو يجيو باش حنا اليوم جاو تبارك الله عليهم كانوا في مستوى مسجل اصابات تزات الجنبات ديال الملعب كان باصابه جميله كان هذا ولكن حبذا لو دائما يساندونا في السراء وفي الضراء من خرجوا خارج برشيد وهذا كيجيو مشكورين بعض الاشخاص ولكن ملي كتكون واحد الفئه اللي كديباس 100 200 و 300 كتحس بانك عندك سند ولكن هذا ماشي هانديكاب باش نقول بان خسرنا انا كنقول خسرنا عفويا اخطاء ديال السهو كوم دابيتود هذا هو البيت الشق اللي خصنا نشتغلوا فيه مع ستاف ومع اللاعبين.